بداية بدأت فكرة المشروع لما كنت سارحة في لوحة وأنا برسمها، قلت يا الله لو فينا ندخل على اللوحة وهيك. فمن هون انطلقت الفكرة، وإنه قلت ليش لا، يعني الجنون فنون، الفنون جنون، إنه ليش ما الواحد يعني بدل ما نصور الإشي ونرسمه جوا لوحة، ليش ما نرسم على الإشي مباشرة؟ وهيك بنقدر ندخل الإنسان على عالم لوحة كامل متكامل كاستوديو تصوير، بيقدر الشخص يتفاعل معه ويتصور فيه. النمط الحديث اللي أكثر الناس متعودة عليه الاستوديوهات الحديثة موجودة الأيام هاي، فإنه موجودة في استوديوهات، أما عندك هذا لما تجي تصور هون بتحسسك إن أنت كنت ترجع للزمن القديم، ترجع لورا للماضي الجميل، للوحات الفنية. الإشي كمان الإشي المتميز فيه إنه إشي هذا كمان متنقل، يعني بتقدر تحطه بأي مكان وأي شخص بيقدر يتصور فيه.